قال الله تعالى: وشفاء لما في الصدور. القرآن علاج القلوب وربيعها، حامل القرآن شفاء لألم القلق لمرض لكل ما عقبك في هذا الحياة. حامل القرآن اسمع القرآن حفظا وتلاوة وسماعا وتدبرا، فإن لعظم الإناث يطري الحزن والهم. كلما صاب عليك أمر افتح مصحفك، كل الأدب مرأ إلا قراءة القرآن، تجد بها لذة وحلاوة. من فقد القرآن فقد السعادة. احرص أخي الحبيب على حفظ القرآن، محبك عبد الرحمن نور من حلقة 176 تحت أسرار المعلم فايز أواب والمشرف محمد أبكر. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن.